اعترفت إسرائيل يا دكتور بأن العملية كانت مفاجئة ومباغتة وقاتلة على لسان نتنياهو. يعني هذه العملية التي قامت بها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس بهذا الحجم وبالخسائر التي اعترفت بها إسرائيل، يعني هل تمتلك حماس بتقديرك بعد أن ملكت زمام المباغتة، هل تمتلك المطاولة والقدرة على مواصلة ما حققته والحفاظ عليه؟ نعم سيدي، سبق وكما تحدث لك قبل قليل على أن هناك فشل استخباري إسرائيلي الذي دائما تعترف أو يعني تفتخر بهذا المنجز أنها تملك جهاز استخباري قوي. هذا فشل على أنها لم تستطيع، رغم التخطيط الكبير وحجم العملية الذي رأيناها اليوم، أنها لم تستطيع توقع أن هناك تحركات من باب أو من جانب المقاومة الفلسطينية على أنها تسيطر، باعتراف إسرائيل على أنها استطاعت السيطرة على 3 مستوطنات على غلاف غزة، وطبعا أيضا القضاء على بحجم فرقة عسكرية وبوصف الإسرائيليين أو القنوات الإعلامية الإسرائيلية أين تبخر الجيش الإسرائيلي؟ أين تبخرت الفرقة العسكرية؟ وطبعاً ما دام أنها غلاف غزة، نحن نرى لن يعني إسرائيل ستضع قوة عسكرية ليست بالقوة العسكرية التي تكون غير مدربة غير جاهزة للمجابهة وجهاً لوجه مع المقاومة. لذلك نحن نرى زي ما ذكرت لك سابقاً أخي الأستاذ الكريم أن نحن أمام بيت عنكبوت واهن، أظهر للعالم على أن المقاومة الفلسطينية تملك المعلومة، تملك الاستخبار، تملك مكامن ضعف العدو. يعني ما حصل اليوم صحيح حقيقة، يعني ما رأيناه نحن من الإسرائيليين في مقام في صبرا وشياتيلا ودير ياسين، نحن نرى نسميها نحن شفاء يعني الغليل، لأن في الفترة الأخيرة اعتادت إسرائيل على أنها ترى نفسها هي الأقوى وهي التي تملك زمام القوة. ما حصل أخي الكريم أن حماس غيرت الخارطة التفاوض في هذا اليوم على أنها من خلال قامت لديها أسرى، لديها أسرى على قيد الحياة، لديها جثث لمستوطنين يهود، لديها القدرة على تمكين أو المفاوضات على أنه حتى لو إسرائيل أي عمل، عندما هدد فيها قبل سويعات أو قبل قليل اللي هي السيوف الحديدية، نحن نملك إسرائيل الآن مقاومة لا تملك القوة والعتاد. سنتحدث عن هذه الورقة التي تملكها حماس وهي قضية الأسرى المحتجزين، وسأستوضح منك أيضا إن كان لديك معلومات عن أعداد الأسرى والجثث أيضا التي تحتفظ بها عناصر حماس. أود أن أستوضح العدد الحقيقي للأسرى، بعض التقارير تحدثت عن 35 أسيرا بيد الفصائل الفلسطينية وعدد من الجثث أيضا. تذكر يا دكتور في العام 2006 كان لحزب الله أسيران وقطف منهما ربما من الثمار، إن كان لحماس هذا العدد والكم من الأسرى، ما الذي يمكن أن تقطفه وتتحصل عليه بهذه الورقة؟ نعم سيسي، لغاية الآن لم يعلن أي من الجانبان، لم يعلن حماس عن حجم الأسرى الموجودين لديها ولا الجانب الإسرائيلي عن حجم الأسرى أو القتلى أو الخسائر. طبعا إسرائيل لم تعطي الرقم السليم حفاظا على معنويات مواطنيها والداخل، وحفاظا على مكانتها على أنها دولة عظمى، لكنها أضرت ب22 قتيلا، وهذا العدد ليس بالقليل بالنسبة لإسرائيل. نعم، هو بالنسبة لها أعلنت عن 35 أسير و22 قتيل، وتحدث مستشفى سكاروف في بئر السبع عن ما يقارب مئات من الإصابات، ما يقارب 45 منها في حالة حرجة. لكن هو على الواقع نتحدث نحن عن 3 مستوطنات أخي الكريم، لا نتحدث عن مستوطنة واحدة، نتحدث عن حماس انتبعت أسلوب جديد وهو الجانب الإعلامي، أنها قامت بتصوير معظم العمليات التي قامت بها على أنها تثبت، على حتى تثبت الرواية الإسرائيلية أو تكذب الرواية الإسرائيلية
في كل هو ذلك. يعني هي استراتيجية جديدة على أنه نرى جنود قتلى على الأرض، نرى أسرى قاومت المقاومة الفلسطينية حماس في أسرها، نرى على الأرض جرحى مصابين. هذا كله طبعا أن العملية محضر لها سابقا، ومحضر الأكثر من ذلك هو التصوير والفيديوهات. ورأينا قبل قليل طائرة تصور لعملية عسكرية بشكل مباشر. فنحن هنا نرى على أن حماس تفهم العدو الإسرائيلي، وترى أنها الجانب الإعلامي أنها صورت معظم العمليات العسكرية التي قامت بها بتصوير مباشر أو غيرها. فيما يتعلق بالأسرى أستاذ الكريم، قبل قليل وتفضلت بالحديث عنهم، على أن هذه الأسرى أو حجم الأسرى في إسرائيل، نحن نتحدث يعني لغاية الآن المعلن عنه 35 أسير. صح. في 2006 عندما قامت حماس، عفوا حزب الله، واعتقل، وكذلك حماس أيضا عندما اعتقلت شاليط، نرجع لي سابقا، كانت نعم العشرات من الأسرى الفلسطينيين تم استبدالهم. صح. في شاليط في ذلك الوقت. فنحن نتحدث عن حجم ليس الجنود فقط، إنما نتحدث عن رفات لقتل إسرائيليين المستوطنين، نحن نتحدث عن أسرى على قيد الحياة، نحن نتحدث عن أسرى سواء جنود أو غير ذلك على قيد الحياة موجودين على في فلسطين. نعم طبعا سيدي، يعني حتى هون على قضية 2006، وعجرجت ربما يعني أخرج قليلا عن الأمر، لكن أنه قبل قليل حديث، نعم حديث نحن نجري مقاربة لما تحدث عن نتنياهو في حديث قبل قليل، على عندما دعا الشعب الإسرائيلي إلى الصبر ورباطة الجيش، تحدث في نفس الوقت أيضا عن على أنه أي طرف آخر حتى لو بطريقة الخطأ دخل إلى هذه المعركة سيكون العواقب وخيمة. هو يقصد طبعا في نفس الوقت عد إلى 2006، يذكر في ذلك أو يقصد في ذلك اللي هي حركة حزب الله، على أنه إذا قامت بهذا العمل، تنبيه لأي طرف آخر على أنه إذا قام بأي عمل عسكري سيكون هناك عواقب وخيمة. نحن نرى جانب إيجابي لحجم الأسرى، نرى بتغيير بقواعد التفاوض بين الجانب المقاومة الفلسطينية وجانب حماس، نحن مقبلين على إضعاف الثقة بالنفس لدى الشعب الإسرائيلي على أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي أوصلناها والتي وعدتنا بالأمان والتي لم تجر لنا إلا القوة، لم تجر لنا إلا العنف. جيد. منذ استلمت كريم الحكومة اليمينية المتطرفة، نرى أن هناك ازدياد بالعمليات العسكرية النوعية، نرى أنها دفعت المقاومة الفلسطينية إلى السيطرة على ثلاثة مستوطنات. واضح. ولم نرى يعني ذلك يعني تاريخ الجيل الحالي يا سيدي إنجاز الوصف، حجم قتلى وجرحى وأسرى بهذا